معكم ارى على فيديو جديد او رياكشن جديد يا شباب. عاوتاني رجعت لكم برياكشن جديده لدريا ديال الرعب. قالك نعم مسالي في هذا الهالوين هذا كاين بنادم طرالو مشاكل وقبل حتى الهالوين كاين بنادم طرالو مشاكل. كاين بنادم شمتي فرح اكثر من القياس جابها في راسو. كاين البنادم اللي كان غادي خرجوا شي حاجه في الزنقه. كاين شحال من حاجه دريا دارت في هذا الهالوين هذا. هاد الحفل ديال الهالوين الدراري غادي وكينتشر بزاف غادي وكيتشعشع في المدن وكاين الدول الدراري وحده. هادشي هذا عباره فريمو عن خوف وعباره يعني عن خصد وقع شي حاجه اللي ماشي هي هادي فهمتوا بلان. مع العلم غا حفله وغا واحد اللعيبه ديال الهالوين عادي فهمتي. انا بالنسبه لي عادي ما كنحتفلش ما كنديش واحد الاهميه ولا كنعطيش اهميه يعني للبلان ديال الهالوين. كاين الناس اللي كيعجبها وكاين الناس شوف دراري خصكم تعرفين انت كنتي جالس في الدار ما كيعجبكش هادشي هذا التخربع كيجيك غتخربع علاش اصلا شنو يفيدني هاد. كاين الناس لا كتخيل كاين بنادم كيسين الهالوين فارغ الصبر او اي حفله او اي احتفال بفارغ الصبر دراري باش هو يحتفل من قوه ما كيكونوش الاحتفالات بزاف. يعني كاين بنادم اجتماعي بزاف لواحد الدرجه اللي ما يقدرش يبقى ولو نص ساعه بوحدو فهمتوا بلان. ولكن الدراري انا غير عندي واحد الفكره غير باش نكون واضح باش ما نتعطل عليكم غنبدا. الفيديو التالي تم تصويره في ولاية فلوريدا. سيدة بتعيش لوحدها في البيت. تتعرض السيدة لموقف مرعب بشكل مستمر. لاحظت أن هناك شخص براقبها. بعد منتصف الليل بيقترب من شباك البيت وبراقب جميع تحركاتها. الله قامت السيدة بإبلاغ الشرطة عدة مرات لكن الشرطة تجاهلت جميع الشكاوي. تخيل الخيانة تكون من صديقك المقرب. هذا اللي حصل في المقطع التالي. الشخص اللي بظهر أمامكم اسمه جوشوا ديلوتش. قام بتصويب سلاحه باتجاه صديقه جاستن إيموجي وطلب منه تسليمه جميع النقود. بس اللي ما كان يعرفه جوشوا إنه هناك كاميرا في الغرفة. المعقول اذا هذا البيت هذا الدراري راه انتم كتشوفوا لي غير وجهي كتشوفوا السيت اب. يعني يقدر شي واحد يدخل يبغي السيت اب شامت بلان راه غالي. ندير شي كاميرا في البيت ما كاين ما ولكن كما كتشوفوا الشباب راه شوف ما تبقاوش تقولوا اصلا بقات شي حاجه سميتها الصداقه هذه هي الف فهمت بلان. راه شحال من واحد كيداخ قوه الصداقه راه كيفضل صاحبو على مراتو صاحبي باش نكونو واضحين. وكيدخل كيقول لمراتو صاحبي اليوم جاي عندي يعني طلعتي بحالك البيت كل دخل البيت وشد عليك بحال هكا فهمت الصطاله. داك مرتو ما غات باغا تحصر تدخل طواليت ما غادي يوقع الله ناري بنادم شكل كيفكر. انا شوف وبغيت نعرف غير التفكير ديال بنادم كيف كيدير هادشي اللي بغيت نعرفه. Bro, on your knees now. On your knees. Bro, on your knees. What's the issue? I'm gonna say it one more time. Bro, what's the issue? On your knees now. What's the issue? I'm not. What's the issue? On your knees now. What's the issue? Whatever you want. What's the issue? You. لاحظوا ردة فعل جاستن. كان مصدوم من خيانة صديقه. كان يتوقع إنه مجرد مقلب، لكن الواقع مختلف. قام المجرم بسرقة 6000 دولار. تمكنت الشرطة من القبض عليه في وقت لاحق. استيقظت سيدة على صوت حركة في البيت. الحركة كانت غريبة لأنه السيدة بتعيش لوحدها من عدة سنوات. أتشي أتشي مسكونة معلم. you
كانت اللعبة بتتحرك والإنارة بتشتغل بشكل غريب. بعد لحظات الهجوم على البيت أصبح مرعب أكثر. شلمش عليني هضرب. ايه انا مش شايف شي حاجه واقعيه. القطة كانت بتتصرف بشكل غير مفهوم وكأنها شايفة شي في الغرفة. عند لحظة معينة كانت القطة غاضبة جدا وكأنها بتحذر السيدة من خطر محدق. شابين كانوا في رحلة تخييم، كانوا نايمين داخل سيارتهم في وسط الغابة. ما كان بغيش صاحبي نعرف بنادم اللي كيمشي ينعس في وسط الغابة. كلك لقى راحته ولكن مشي ورجع. شنو الفائده ديالك انك قاعد نعس في الغابه وبالليل ويقدر يوقع لك شي بلان او نطلع نعس في السطاح الصاب؟ في منتصف الليل استيقظوا على موقف مرعب. اهتزت السيارة فيهم. في البداية اعتقدوا انه مجرد زلزال، بس السيارة تحركت من اليمين للشمال، يعني في شخص قام بدفعهم. بعد لحظات الهجوم على السيارة اصبح قوي جدا. تم دفع السيارة بشكل أقوى من السابق. هون أدركوا أنه المكان خطير ولازم يغادروا فورا. في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل لاحظت ماري نشاط مرعب في البيت. كانت تسمع صوت لعبة طفلها مع أنه الطفل نايم، والمرعب أكثر أنه الصوت كان يصدر من الحمام. In the restroom. It just turned on out of nowhere. And I feel like I'm about to have a panic attack. Jax, come on, buddy. Come on, let's go check. Come on. Come on, buddy. Come with me. Come on. Please, my dog won't even come. Come on, buddy. He's coming. لعبة الطفل كانت موجودة في الحمام. مش بس هيك، اللعبة كانت معلقة في الهواء وكانت تنظر مباشرة باتجاه الباب. في عام 2022 صورت كاميرا المراقبة لحظات مخيفة في أحد المنازل. اثنين مسلحين قاموا بعمل جبان، اقتحموا بيت بداخله كبار في السن لأنهم عارفين أنه ما بيقدروا يدافعوا عن نفسهم. أحد المسلحين صوب سلاحه باتجاه العجوز اللي ما كان قادر على المشي حتى. أحد المسلحين دخل لغرفة النوم وقام بسرقة جميع المبالغ المالية، أما المسلح الآخر قام بسرقة الهواتف. تخيلوا مدى حقارة. هادو كيغامروا بحياتهم على الخاوي بالروس ولا شيء. تدخل باش تسرق الناس فيها، راه تغامر بحياتك على الخاوي، فهمتي بلان؟ لدرجة انهم قاموا باغلاق الباب بعد انتهاء السرقة. لحسن الحظ تم انقاذهم في وقت لاحق وتم القبض على المجرمين. في عام 2023 زوجين كانوا راجعين للبيت. الساعة كانت بعد منتصف الليل، ما كانوا يعرفوا انهم على وشك التعرض للهجوم. Thank you.
حاول مسلح اقتحام البيت. السيدة أغلقت الباب بسرعة. قام المجرم بتكسير الكاميرا حتى ما يظهر في التسجيل، لكن الكاميرا موصولة بالإنترنت وجميع اللقطات بتم تحويلها مباشرة. قبل لحظات من تخريب الكاميرا، صورت الكاميرا شخص ثاني في المكان. الشخص الثاني كان أيضا مسلح. سرعة بديهة السيدة أنقذتهم من هجوم قاتل. كما كتشوفوا الدراري، كان هذا هو الفيديو. لا تنسوا تفعلوا الابونا وديروا شي مشروع داك اللايك شباب. كما كنقول لكم ديما، راه ما تخطوش اي حاجه بجديه. وكما قلت لكم فواحد الفيديو الشهر الجاي ان شاء الله، الاول قول غدا واحد الدراري غتشوفوا شي حاجه اللي تكون ان شاء الله الاخر ديال الاخر. انا كنصور لكم واحد الفيديو الدراري، تبرزت واحد شويه وقع طلع لي واحد نوتيفيكيشن كانه وقعت واحد البروبليم الدراري في الشن. نتمنوا نحل دغيا باش نرجع الدراري عاود على المورا ديالي ونكمل لكم الفيديوز اللي ما شاء الله 4 ديال الفيديوز غيتلاحوا الدراري. وخليكم دابا يلا